تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، سمع الأصمعي رجلا يدعو بيكي بني دعاءك يقول يا ذو الجلال والإكرام، فقال من كم تدعو شنك وبمشي ودعاكي على يا ذو الجلال والإكرام، فقال من 7 سنين دأبا حوص على وابر دوام بمشي ودعاكم فلم يستجب لي حوص على ودعاكم استجابة أبو خوي جور استجابة دعاءك منك دعاءك من قبلك. فقال ما اسمك؟ وتناوتشيا. قال ليث. فأنشأ الأصمعي شعرا بيتك ود. قال ينادي ربه باللحن ليث. ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه فلا يجيبه. ينادي باللحن ربه ليث بلحن دعاك غلطك بوزمان عربيك وخوي قربي خوش دعاك بوزمان دعناك بابلين. قال ينادي ربه باللحن ليث لذاك سبب أو بس هاي أو غلطي لدعاك لذاك إذا دعاه فلا يجيبه لبلوي كوابو شوي دعاك أخوي قولي دعاك قبلناك. فقال له قل بلي يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام لو أنا بلي بو يا ذا إن شاء الله لبابنا إني داوري قري مدامنا دا منصوبة فذال أسماء 5 كاتي منصوب بيبا ألف منصوبة بيبا دينا سر مسألة كم خمان مسألة كم خمان ممنوع من الصرف توزي زحمتها بس إن شاء الله خوي جور أحسن يا كابو مان وشيء وجوان يجيني بيت ثانو ليت يجن ممنوع من الصرف سي خانة لامان يا كم خانة باسي تعريف يا كا دوم باسي شرط يا كا سيم باسي قواعدي أما ممنوع من الصرف أكا تعريفي. قال هو الاسم الذي يخفض بالفتحة بدلا عن الكسرة ولا ينون. هو الاسم ناوى فعل نية حرف نية أو ناوتشيتي عليه. هو الاسم الذي يخفض بالفتحة بدلا عن الكسرة أو ناوية كواكات مجرور بها أقل بيت جر بإضافة بيه يان جر بحرف بيه ألي بشي جرك بيه بفتحة يعني لشون أوي كواب بكسرة جرك بيه بفتحة جرك بيه ألي ولا ينون تنوين شناك بيه سزاني من ممنوع من الصرف دوشتية يك تنوين قبولناك هيج مثلا إبراهيم اللي جاء إبراهيم نال إبراهيم. رأيت إبراهيم نال إبراهيما. مررت بإبراهيم وبإبراهيم فتحة مجرور خوي علامة جري فتحة ور ما قلت. وأما الفتحة تكون علامة للخفض لتشيب شوني في الاسم الذي لا ينصرف شنك ممنوع من الصرف.
جاء أحمد نال أحمد أحمد رأيت أحمد مررت بأحمد فممنوع من الصرف بضم رفع كريا بفتح نصب كريا يعني نصب جري بفتح أبيها بري. قال نحو نمني هنا وتلسري نحو مررت بأحمد مررت فعل ماضي مبني على السكون سبب خوي أصلي فتحة لاتصاله بضمير رفع متحرك التاء ضمير متصل مبني على الضم شون محلي فاعل بارك الله فيكم في محل رفع فاعل بأحمد باء حرف جر أحمد اسم مجرور بالباء علامة جري الفتحة بدلا عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف مو ممنوع من الصرف قواعد كاني ورقي نزاي إن شاء الله نمونيدي هنا مررت بيوسف يعني بأحمد يعني هو كار خوي وسبب خوي كوا ممنوع من الصرف بيوسف ماشي وسبب خوي زين إن شاء الله بحسناء بسعادة مررت بسعادة مررت بسلمة أم نموناني تيكل كذوبوت مررت بفاطمة مررت بحمزة مررت بمساجد مررت بعمران أو ها أم ناوانا قشتي ممنوع من الصرف زاني مان أو ناوشي كوا مجرور بيه إن شاء الله واريرين يعني مجرور بحرف مررت بإبراهيم بأحمد يعني مجرور بإضافة أن اتبع ملة إبراهيم إبراهيم مضاف إليه مجرور زاني ما ستعرفي شيء بيت كاتيا برسيارة كريلت ممنوع من الصرف شيء عليك تنوين قبولناك دو بفتحة جر كريا لشون لجاتي كسرة بفتحة جر كريا باش شرطي هي بلي شرطي شيء دوم خانة شرطه يك ألا تدخل عليه ال نيتسري والثاني ألا يضاف مضاف نبيا فإذا دخلت عليه ال أو أضيف خفض بالكسرة من غير تنوين الله فإذا دخلت عليه البيت البيت السري يان إضافة أكريا كاتي البيت السري كاتي إضافة كريا أقريت وجر جر كريا بشي بكسرة بس تنوين قبولناك سباسيكم إن شاء الله لأن التنوين والكسر لا يجتمعان والتنوين وأل لا يجتمعان مثال دخول أل لا يكم خانة نسرى ومررت بمساجد بيش أخير مررت بمساجد عرابي كيا مررت فعل فاعل زاني ما باء حرف جر مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدلا عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف باشا اللي رأيت شو مررت بالمساجد باشا مساجد نايك ممنوعة من الصرف بفتح حجر كريه اللي جاتي كسرها بو اللي ربا كسرهات وتمال الشرطي اويك وقالي نية السري كاتي ألهات السري أبيتا شي أقريته بكسرة جر كريه بيتنوين مررت بالحسناء اللي كم خانوتي مررت بحسناء كاتي ألهات السري مررت بالحسناء جر كراب كسر بي التنوين مررت بالإضافة عفوا بالمثال الإضافة أو دون نموني ألب كاتي ألبية السري جر كراب كسر نموني إضافة شيا مثال الإضافة مررت بأحمدكم مررت بأحمد ممنوع من الصرف مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدلا عن الكسرة سبب لأنه اسم ممنوع من الصرف كاتي إضافة كرا مررت بأحمدكم يعني كاتي إضافة كرا باء حرف جر أحمدي اسم مجرور باء وعلامة جره الكسرة وهو مضاف كاتي إضافة كرا كراي جر كرا بكسرة بالتنوين والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم للجمع مررت بحسناء قريش هماشي واللي رأي عيني ها
حسناء مضافة كاتي إضافة كرا جر كرابة كرايا وبكسرة جربو فلرازن كاتي الشرطي ممنوع من الصرف أويا يك ألني تسري دو مضاف نبي أقبيت ألبية تسري جر كريبة كسرة أقبيت مضافة هماشي وبكسرة جر كريبة بس تنوين نابي بو لأن التنوين لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان يك والتنوين وأل لا يجتمعان. قال الشاعر أو الناظم كأني تنوين وأنت إضافة يعني من تنوين أنت إضافة إلي فأين تراني لشو من بني لا تحل جواري نابية تنشن بي فالتنوين وأل لا يجتمعان والإضافة والإضافة والتنوين لا يجتمعان. علي غلام هذا قلم مثل تنوين يعني كات إضافتك هذا قلم محمد تنوين كمان لا داعي لنا جاء المسلمون أو نوني لأخير لأسماء لجمع مذكر سالم يا لمثنى شوني تنوين أمننا المسلمان يعني المسلمون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كاتي الله جاء المسلمون كاتي إضافتك مثلا جاء مسلمو مكة مكة ممنوع من الصرف جاء مسلمو العراقي مثل بابلي نون كمان هذا فالنون أو تنوينش يعني كاتي إضافة تنوينة كنامين أو شونشي كوالا شوني أو تنوينة أو شنامين أو نونية وأباس ناكر باب زين قواعدي تشيا ممنوع من الصرف زورة براسي بس بيتو قواعد كاني بزاني بشيويكي جوان تطبيقي كي كيشت نامين أما بروي لنمونة وشت بقري زور زورة ناتواني يعني لسر أو بزاني فيربي أما قاعدة كاني بزاني أزاني أما هو كاري تشي السببي تشي كوا ممنوع من الصرف قواعدي قواعده أولا ما يمنع من الصرف لعلة واحدة يعني هيك هو كاري يك سببك يك هو ممنوع من الصرف أو شيبو يك صيغة منتهى الجموع يعني آخر الجموع تعريفي شيء صيغة منتهى الجموع كباشة جمعة جمع مان هي جمع مذكر جمع مان هي جمع مؤنث جمع مان هي جمع تكسير أما بس شيء مان بوكا قال وهو كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان يعني كاتي وتي ألف تكسيره جمع شيء جمع تكسيرة أو جمع تكسيرة شيء شيء تيايا قال بعد ألف تكسيره أو ألفي كوا تكسيرك جمع كيت يقدر بوجمع تكسير مفرد كيت يقدر بوجمع تكسير الله لدواي أو ألفا دو حرفها أو ثلاثة أوسطها ساكن يعني دو حرف لدواي ألفا كدية يعني سي حرفة أو سي حرفة أو حرفي كوا لوسطة ساكنة نموني بمثال بو ما درك جوانتر نحو مررت بمكاتب خوي مكتب مثل مررت بمكتب مثل أو مفردة كاتي جمع كرت كاتي وتي مكاتب مررت بمكاتب جمع تكسيرة دواي أو ألفة شن حرفات دو حرف تاك وباك فكاتي إعرابي كي باء حرف جر مكاتب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدلا عن كسر لأنه اسم ممنوع من الصرف مررت بمصابيح بعصافير مصابيح باء حرف جر بمصابيح مصابيح اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدلا عن كسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف باشا كاتي بيت بوتريا بو ممنوع من الصرف سببي هو كاري تشيا
الله يصيغي منتهى الجموع بيتا وتريا أم تفاصيلنا يعني برسيار ناكري بس حتى بزاني كاتي في كاتي في يربون برسيار كريليت بو ممنوع من الصرف اللي لبلو يصيغي منتهى الجموع شون إذا يصيغي منتهى الجموع تشيا الله يدواي أليفي تكسيري أو أليفي كوا كاتي جمعك أو أليفي دي تسري أو مفردتي كدا أو تكسيري كابابلي الله يدو حرف هيا وك مكاتبة يان سي حرف هي مصابيح سي حرف بي وسطي ساكنة أما يا كم حالة ما زاني صغي منتهى الجموع دوم على كل اسم مختوم بألف كل اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة دوم أو ناوي كوا مؤنثة أو ناوشي كوا مؤنثة يان تأنيث كي بألف ممدودية يعني كوا لدواي همزدية يان ألف مقصورية بنمونا كان بما ندرك إن شاء الله أو تأنيثة صرف كريا عن صرف ناكريا ممنوع من الصرف قال نحو مررت بحسناء حسناء عرابي ماكر باشا سبب منع صرف حسناء شيا حسناء ما بارك الله فيك تأنيث بألف ممدودة يعني شرطني إلا فتح كديار بكاتي تأنيث بيني يان جمع تكسير بي صيغي منتهى الجموع بي هر كاتي جر يان إضافة شيء علي علي مجرور وعلامة جره فتح كيان ظاهرة جار واديارة جار واش ديارني وك مررت بليلى بسلمى حرف جر سلمى ليلى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدلا عن الكسرة لأن الفتحة المقدرة بدلا عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف لو أنا كسر بلي باشا ما دام ديارني بو كسر دانني ليلى سلمى يعني ألي فكاكي تشي لسر دياني أبو كسر دانني الله النابي سبب شونك أونا أخوي ممنوع من الصرف شونك مؤنثة شو مؤنثة شونك مؤنثة من هي تأنيث من هي بألف تأنيث من هي بغير ألف تأنيث كاتب ألف بيا ألف كمدي بيان مقصور بيا مدي حسناء مقصور وكليلة سلمى كاتي مدي بيان مقصور بي أو ممنوع من الصرف قال نحو مررت بصحراء أما زعني مان يعني أو ناوي ممنوع من الصرف جاروايك هو كاركي يك سببك هيك هو ممنوع من الصرف أو شبيرتها دو نوعي هي يان صيغي منتهى الجموعة يان تأنيث بألف ألف ممدودة يعني مقصورة ما زاني دين سر ثانيا ما يمنع من الصرف لعلتين أم بشدي وأم زحمتنا أما أبيده وكارهه بي حتى ممنوع به من الصرف أو يكم يك بس تأنيث بألف منعك على صرف صيغي منتهى الجموع من أكال صرف أقدواي ألي فكاني بوشيوي به جارواي من أناكري للصرف إلا أكل جو سببه كاريتي أبيك أو شيا قال ما يمنع من الصرف لعلتين أبده كاريتي أبي دو سبتي أبي يك علة معنوية دو علة لفظية علة المعنوية العلمية والوصفية علة لفظية وهي ستة كما ستأتي أبزام لسا صبر كبوتان اشتيف كم باشتر الله على ما ساتر
الممنوع من الصرف ياك لعلة واحدة ياك علتي كتاعي هادشي بيتا دوباش 5 دابا ياك دو يا كم صيغه منتهى الجموع اصبر نفس صيغه منتهى الجموع الجموع مساجد مصابيح عثمان أوا سي حربي سي عام دوامي هنا بيه ساكنة بيه يا كم صيغة منتهى الجموع دوام تأنيثة تأنيث يعني سبوت عندنا كده التأنيث خوي هر منعك على صرف في كل الأحوال بس تأنيث جار واهي بألف دي تأنيث بألف ألفك ممدود بيه يعني مقصور بيه هل منعك على صرف مقصور وثمان حسناء مررت بحسناء ليرة ممدودة يعنى مررت بليلى بمساجد بمصابيح أما أحسانة أم دو بشزور أحسان تقريبا لتشاو ويوادية لعلة لعلتين أبي دو عليها أبي دو سبيها أبي لعلة واحدة لعلتين علين لعلتان يعني لعلتين سبب عفري إيه علتين لعلتين مو بيا مجبور على مثنى حسن بارك الله فيك لعلتين أو دو عليا يك دو يك كم اللي معنوي مان هي معنوية اللي معنوية شدوانا عالمية كوا ناو علمة اسم علم على شخص دوم وصفية اللي لفظي شمان هي علة لفظية أم علانا شنا ششة يك التأنيث بغير ألف دو العجمة سي تخواك برام بتسل سوبيا مغلي سي زياد ألف ونا دوم ألف زيادة الألف والنون زيادة الألف والنون شو عالم شو عالم التركيب عفوا سيم التركيب المزجي غير المختوم بويه غير مختوم بويه شوارم زيادة الألف والنون كينجا العدل 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 الاسم المعدول باب اسم باشترا لا عدل شو كاديت السر وصفية شبان سني العدل ششا وزن الفعل وزن الفعل عالمية ما انهيها وصفية ما انهيها
أبي دو علتها بلونا وكات من أكي للصرف بسائي دو علت وهو كاري دو علت وكات من أكي أبي يكلمو يكلو يتيابي يعني يكلمو يكلو أم عالمية تأتي مع الستة لقل هرشاشي دي أم عالمية لقل هرشاشي دي أم وصفية لقل أوسيانة دي بس يعني علم يا كلا قال أوشش للفظية دي وصف يا كلا قال أوسيانة دي السبب نمونا كان بو من درك هي على تكاني شون شونية أسيكين قال ثانيا ما يمنع من الصرف لعلتين دو كاره كومن اكال الصرف يكم اللي معنوي ما انهيا وما دركوت كوا عالميه وصفيه دوم اللي لفظيه ما انهيا وهي سته كما ستاتي يعني وادي نسرا ولا تنلو الا علمك العالميه وتاتي مع العلل اللفظيه السته أو عالمية كواع التي هي معنوية لقل أو ششي عادية سوا باس يكم قرصة بس كاتي نمونا كدبوا ديتو أحسان بيا قال يكم العلم المؤنث سواء كان لفظيا أو معنويا لركاتي باس العلم المؤنث كا ما بستي بعلم المؤنث لره التأنيث بغير ألف شو كان تأنيث بألف ما نورقت لي ريانا تأنيث بألف ممدود بأن مقصور بمن عكال الصرف لي رباس شم تأنيث يكاكا العلم المؤنث ما بستي التأنيث بغير ألف بغير ألف شو نبيا قال سواء كان لفظيا أو معنويا يعني تأنيث لفظي ما انهيا بغير ألف وتأنيث يكي ما انهيا كوا معنوية نحو مررت بفاطمة بزينب بحمزة بمعاوية مررت زاني من عربي بفاطمة نابي بلي بفاطمة بو ممنوع من الصرف نابي بلي بفاطمة بو تنوين قبلناك ايش يلي بفاطمة فاطمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدلا عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف هو كاريتشيا مؤنثة التأنيث بغير ألف أما عليك لفظية يا يعني معنوية لفظية اللي لفظية كان ما نسي لي خمان يرش أما اللي لفظية دوم علا أبي دو اللي تيابية دو سبي تيابية دوم علمية فاطمة اسم علمة لسر أفرت بزينب باشا فاطمة أمتى عيلة قال يا أنا لفظا نطق من مؤنثة يعني لفظة كي لفظي مؤنثة تايلية هل معناشي هربو آفرتي شنية ففاطمة مؤنث لفظي ومعنوي أي مررت بزينب بزينب التايلة قلنية فليرأم التأنيث كي معنوية زينب نعيكا كواب ومؤنثة مررت بزينب با حرف جر زينب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدل عن كسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف طوع عرابك حتى يري أي بنية بس كاتي برسيار ليك تاقيته كانوا خاصا كات فيربون هو كاري تشيا الله يك أما دعو اللي تيايا اللي كي معنوي بيتو تريع إلا معنوي كاتشيا الله ناوي كي علم اسم علم دوم الله اللي كي لفظي تيايا
بيت وتريع إلا لفظة كتشية عليك وتأنيث بغير ألفة باشا اللي را تأنيث كي لفظيا معنوية معنوية تايلينية باشا أوي كم فاطمة لفظي معنوي بو زينب معنوي مررت بحمزة بمعاوية هما الشوية كعراب با حرف جر حمزة معاوية اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدلا عن الكسر لأنه اسم ممنوع من الصرف عرابك أي بيت يعني كاتب بيت وتريبو ممنوع من الصرف ليرد لك زانية أنا زاني يعني هذا يدعو التي هي يك علتي كي معنوي كوا ناوي كي علم لسر أو كسا دو كوا مؤنثة مؤنث حمزة مؤنثة ظلي مؤنثة علي تأنيث لفظي لفظ نطقي مؤنثة أما معنى يبو مذكرة فشي بيا وتري أما تأنيث لفظي شو كاتا يا كيلا قلا معاوية كواها شنا يكتان بيني أقو بو مذكر بيا بو بيا وبيا تايلا قلا بيا أو ممنوعة من الصرف كوا مؤنثة لفظية باشا زاني مان يكم الليل لفظي من زاني كواء التأنيث بغير ألف دوم العلم المختوم بألف ونون زائدتين أو ناوية هر سير علامة كلا قلبي الشيدية استمن منع علمية كواء التي كي معنوية لقل هر ششي هاتوا لقل يك يك باس ألا لفظي كان من بوكا دوم ألا لفظي زيادة الألف والنون نحو مررت بحمدان بعثمان بمروان با حرف جر حمدان عثمان مروان يك عرابي اسم ممنوع من الصرف اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدلا عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف هو كاري تشيا علي يك ناويك علم بو أو شخصة أو كسة دو علي زيادي ألف ونون أو ألف ونون زيادة علم يكاع اللي لفظية معيان معنوية علمية معنوية بارك الله فيك أي زيادة ألف ونون لفظية باشا تكون زيادة يعني زيادنية قال ابن مالك رحمه الله في الألفية فآلف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميني علي أو ألفك كاتي لقلت لدو أصل زيادة تربية لدو حرف زيادة تربية علي أو ألف زيادة فآلف أكثر من أصلين لدو أصل زيادة تربية صاحب لقلي بيه صاحب زائد بغير ميني باشر زين سيم العلم الأعجمي الزائد على ثلاثة أحرف غير ساكن الوسط سير علمية زاني مع الليك معنوية الأعجمي لرالي علمية زائد عجمة عجمة شيا الليك لفظية أعجمي شيا يعني كوا أو ناو ناوك عربينية شي ناو غير عربي أقبيتو كردي بيه تركماني بيه انجليزي بيه شي ناوك غير أوانبي أعجمي بس قيدي داب يمان أو الله أو أعلم أعجمية كوا الزائد على الثلاثة لسي حرف زيادة تربية غير ساكن الوسط يعني وسطي ساكن نبي أقبيت وسي حرف سامي دوامي وسط ساكن بيه أو الصرف أكري السباسيك إن شاء الله قال نحو مررت بإبراهيم بيعقوب بإسحاق أم ناو أنبياء ناو بيغمر كان كما يقول أهل العلم قشتي أعجمية إلا أربعة محمد وصالح وهود وشعيب أظن أم تشوار ناو ناو بيغمر عليهم السلام أو تشوار ناو عربية غيري أوانا قشتي أعجمية فكاتل القرآن إخواني إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح هاي
النوحين أعجمي بو تنوين كرا وكسش كرا ها؟ ثلاثي ساكن الوسط ناوي عجمية بس بشرتي عجمي ممنوع أبي من الصرف أبي حرف أقل سي حرف وساكن ونجي حرفك وسطك ساكن بيه صرفك ليه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح تنوين كرا أعجمية ناويك علمه أعجميشة باش بو صرف كرا ثلاثي ساكن وسط كما أوحينا إلى كما أوحينا إلى نوح وإلى نبينا وأوحينا إلى إبراهيم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قشتي ممنوعة من الصرف بس سبب سبب بو ممنوع من الصرف أبي أدعو التي كابي أو دو أيدي أو دو أيدي الأساسية كان علمه العلمية التي لفظيا معنوية اسم علم لفظيا معنوية معنوية عجمة كواناويك أعجمية لفظية أقبيت ثلاثي ساكن وسط بهم وقوم فلما جاء آل لوط المرسلون آل لوط مضاف إليه هي لوط بو تنوين كراو بو جر كراو كواناويك أعجمية ناويك علمه أعجميش يعني شرط كلمة متوفرة مو صرف له ثلاثي ساكن وسط القاعدة كدرتشو أو أنا يتر قشتي ممنوع أبي بصرف تشينا وكردي خو معنا تشينا وتره قشتي كاتي أيهنيتا ناويك علي مرت مثلا بشير زادة مثل أبي منعك إلى صرف بو يك علمية كواعلتك معنوية دو كواناويك أعجمية أما شمال زاني شوارم العلم المركب تركيبا مزجيا غير مختوم بويه كواناويك علم زاني ما علي المركب تركيبا مزجيا تركيب ما نهيس يشوي يك تركيب إسنادي دو تركيب إضافي سي تركيب مزجي بس قشيناكم بوتان بس أميانكم تركيب إسنادي يعني فعل وفاعل جاء زيد مثلا يان زيد قائم يعني مبتدا وخبر يان فعل وفاعل تركيب إضافي جاء عبد الله عبد الله أم تركيبة عبد الله تركيبة يعني تركيبة إسنادي فعل وفاعل يعني مبتدا وخبر نعم ام اضافيه اي تركيب مزجي مزجي شي كوا دو كلمه بيني تي كلي كي يكناوي كي دركي مثلا مررت ببعل بكه بعل بكه اما هدكي بوتا يكناو مررت بقاضي خانه مثلا مررت بحضر موتى يعني حضر موتى بوتا يكناوي اما تشي بيوتريا تركيب مزجي تركيب مزجي علتك لفظيا معنوية لفظية أحسن أي علة معنوية كاتي علي مررت ببعل بكة أحسن ناويك علمة ممنوع من الصرف شرني إلى نوبة شربية ناو شونة مررت بحضر موتة مررت بمكة يعني ناويك علمة بمكة جاءنا شهر رمضان بنا علي رمضان سبب علمك ناويك علم ابو او مانا ماني رمضان دو زيادة الف والنون ممنوع من الصرف فكاتي باس ممنوع من الصرف فكين كاتي نو علم دي نكواب زاني بس بناوي بشر ابي نو سورة جاروا ناو شارا ناو مثلا ولاتيكا يان بابلين بو زمان يجدي وكما رمضان بابلين
أم تركيبات شيالية ممنوعة من الصرف. مررت ببعل بكة بحرجر بعل بكة يعني حضر موتى يعني قاضي خانة. مررت بقاضي خان علي اسم ممنوع من الصرف، اسم مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة بدلا عن الكسر لأنه اسم ممنوع من الصرف. هو كاريتشيا يك علي ناويك علامة دو علي مركبة لبي قيد كتاب يمان قال تركيبا مزجيا غير المختوم بويه آخري ويه نبيه. أجا آخري ويه بيه مبني أبيه. مررت بسيبويه بحرف جر، سيبويه اسم مجرور نعلي اسم مجرور علي اسم مبني على الكسر في محل جر، يعني كاتي تاء الفاعل تشيلي ضربت تاء كتشيلي تاء ضمير متصل مبني في محل رفع فعل أي ليرة بسيبويه ها علي اسم مبني اسم البحر جر سيبويه اسم مبني على الكسر كاتب لي مجرور يعني معربة نعم مبنية علي اسم مبني على الكسر محل وشوني ها في محل جر بالباء مثل هذا عن مال البينجم العلم المعدول عن اسم آخر أو علمية كواعد الكراوة معدول يعني الأصل اشتتر وتشتتر العلم المعدول عن اسم آخر نحو مررت بعمر بزحل بقثم بزفر أما أصلي أم فعل فعل أهل علم ألين أصلي فاعل فعمر أصلي عامر زحل زاحل قثم قاثم زفر زافر وهكذا العلم ألين العلمك تفاصيل تريتيا بس إن شاء الله أخوي جورا أسانك لما سجل قط الكتابي قط النداديا ناتو أم بس همشتكم لنا فزاني من علم كاتي ألين العلم المعدول عن اسم الآخر معدول يعني أصلي نابك وبتنابتر كاتي أخويني لحد سكان ألي قال عمر بنو عمرو نال عمر بو اسم ممنوع من الصرف مررت بعمر ابن الخطابي مثل حديث كان عمر بحرف جر عمر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدلا عن الكسر لأنه اسم ممنوع من الصرف هو كارو سببي يك اللي معنوي مان هيك هو ناويك علمة دو أو ناو علمة عدل كرا ولا ناويك تروري راو أصلي اشتئك وبتشتئتر هو بيوتري عدل الششم العلم الذي على وزن الفعل أو ناو علميك ولا سر وزن فعله نحو مررت بأحمد بيزيد بيشكر بادر تشندير من أظيم أحمد ربي أحمد ربي خالق كل شيء خالق كل شيء أحمد لرفع لأن أحمد ربي فعله علي يزيد محمد أو زيد في المكيال مثل يزيد لرتشيا فعله يشكر محمد ربه فعله يعني اسمه فعله كاتي أم فعل أنا بيت بكتنا وكسيك كسي ناوي يزيد بيه يعني ناوي أحمد بيه يعني ناوي يشكر بيه يعني ناوي يقتل بيه يعني شي ناوي بيه لسر وزني فعل بيه أو ناوى من أكري للصرف باحر وجر أحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة بدلا عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف هو كار يزيد يشكر هماشي هو عليه يك عالمية أم علتك معنى ويدو وزن الفعل أم ناوى لسر وزني فعلك يزيد أبيت فعل يانا ناوى كسيش
فكاتي فعل بيني ناو كسيكي لابني أو ناو تشي بيه ممنوع بيه من الصرف. والله تعالى على وعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بس ويترك إن شاء الله دور محاضر. بارك الله فيكم.